مظلة أحد الملاعب الصغيرة في بغداد مبنية عكس أشعة الشمس، أي أنها لا تمنع أشعة الشمس عن الجماهير، في تصميم غريب ومثير للسخرية والضحك. أحد المواطنين صور الملعب وتحدث عن هذا الموضوع، فلنتابع. السلام عليكم وحياكم الله. اليوم أريد أنتقد هذا الملعب. هو ملعب حلو وصاحب منطقة تعبانة، بس يعني ملعب للشباب حلو حد الآن، حلو متفقين. زين السقيفة مال الجمهور جاي يشوفونها، هسه الشمس منا بيس ساعة بالـ11 الصبح. زين العصر منين تصير الشمس؟ تصير مقابيل الجمهور، مقابيل الجمهور تصير الشمس، والعصر مروا منا شوفوا الشمس منين راح تصير بعيون الجمهور. زين سألت عن هذا الموضوع، قالوا لي يابا لأنه حتى الجمهور يصير مع الشارع على مود الملعب يبين على الشارع العام، الناس تشوفوا جمهور وهاي. زين أنتم سويتوا يا مهندسنا يا حبيبي يا صديقي، الملعب عاشت ديكم حلو، بس الجمهور وسالفة الجمهور شلون؟ قاعدين بالمقلوب الجماعة، ها؟ واحد يسوي السقيفة بالمقلوب يا عمي، المنصة نسوي عكس الشمس. زين ها نسوي اقبال الشمس حتى مخاب عبالهم بس الصبح يلعبون. ها العبلام وهي الأرض اللي هذا يسموها الكرة الأرضية؟ ايه مدوره، فلذلك سواها بالمقلوبي. ها يعني اكو شيء بشرف اكو شيء وضعيه يعني هسه كم اليوم معقوله؟ يعني هو ما يعرف المهندس اللي وياه زميله العامل العصر. انت ما شفتوا العصر؟ معقوله ما وصلتوا العصر؟ اللي اجى معقوله اللي اجى افتتح الملعب ايه؟ ما قال لها شنو قبل الافتتاحيه وزير الشباب؟ ما يقول. عموما هذه ملاحظه نتمنى انه توصل للجهات المعنيه ويشوفون ايش قد عندنا هيك حالات. تحياتي احمد الركابي. يبدو أن الملعب مخصص فقط للمباريات الصباحية كما قال المواطن في المقطع.